لما قلنا نساند في مباريات التصفيات السهلة والبطولة العربية الودية كان عشان نشوف شكل حلو ومحترم في كأس الأمم. تأليف وتجويد بدون داعي من كيروش خلاك ما تعرفش تديله ولا عذر واحد، خلاك ما تشوفش غير أخطائه، خلاك ما تعرفش حتى تقول إن في لاعب أو اتنين أكتر أو أكتر مسؤول عن الهزيمة. كل حاجة تحملها كيروش النهاردة، كيروش وبس، مش معاه حتى الجهاز الفني، هو اللي اختار التشكيل، هو اللي قرر يلعب كل اللاعبين مش في مراكزهم. معاك أفضل لاعب في العالم خليته النهاردة أقل لاعب في المباراة. طب إزاي؟ الصورة النهاردة كانت مهينة والنتيجة ما تعبرش عن اللي حصل. كان ممكن نخسر 2 و3 و4، ولو ما بتفكرش في كأس الأمم يا ترى فكرك هتوصلنا كأس العالم بالأداء ده؟ تفتكر يعني؟